في الحلقة اللي فاتت ديال التشابو قلت لكم باللي السجون في أمريكا أكثر حراسة في العالم، وزيادة على ذلك السجن اللي كنت تكلموا عليه اليوم ماشي بحال كاع السجون، السجن اللي كان كيتضرب به المثال وكتعتبر من أكثر السجون حماية في التاريخ، وجميع محاولات الهروب اللي وقعت فيه كاملة كانت فاشلة إلا العملية ديال الهروب اللي غادي نسمعوا اليوم. الهروب الخطير وقع في سجن ألكاتراز سنة 1962. هاد السجن اللي تم الافتتاح ديالو سنة 1934، وحتى شي واحد ما قدر يهرب منه حتى لسنة 1962. إذا مرحبا بكم في أعظم وأخطر هروب أسطوري في التاريخ، ومن سجن ألكاتراز. السجن ديال ألكاتراز كان مبني في واحد الجزيرة اللي كانت كاملة محاطة بالماء، والماء اللي كان بارد بزاف ومالح بزاف، وشاطئ مدينة فرانسيسكو كان بعيد فقط على السجن ألكاتراز بجوج كيلومتر، يعني واخا تهرب من السجن كيفاش غادي تدير تدوز من داك الماء البارد، وحتى في الصيف كان بارد بزاف يعني ما عندكش كيفاش تدوز منه. وزيادة على ذلك كانوا حتى الموظفين كيخلعوا السجناء بزاف ديال القصص اللي ألفوها من راسهم، بحال مثلا كانوا كيقولوا بأن الجزيرة اللي كان فيها السجن كانت دايرة كاملة بالقرش باش هكا السجناء كاملين ما يزعموش يهربوا. وزيادة على ذلك كانوا كيقولوا لهم بأن جميع الحراس اللي كاينين في السجن هما مدربين مزيان في القنص، وعندهم أوامر باش أنهم يتيريو في أي واحد حاول أنه يهرب من السجن، يعني باختصار بلا ما تحاول تهرب من سجن ألكاتراز. السجن ديال ألكاتراز ما كانوش كيجيبوا ليه مجرمين عاديين، كانوا كيجيبوا ليه واحد النوع ديال المجرمين اللي صافي عمرهم غادي يحلموا يخرجوا من السجن، ومن بينهم كان زعيم عصابة المافيا الأمريكية، وكذلك ماشين اللي هو زعيم عصابة معروف ومجرم اللي خطير بزاف، وكذلك النصاب فيكتور اللي باع برج إيفل جوج ديال المرات، حتى هو كان من سجناء سجن ألكاتراز لأنه كان محترف في الهروب وهرب شحال من مرة من بزاف ديال السجون، وداك الشيء علاش جابوه لسجن ألكاتراز باش ينسى شي حاجة سميتها الهروب. ولكن زعما هاد الحراسة كاملة غتخليهم ينسى وفكرة الهروب من راسهم؟ أكيد لا، وهادوك راه مجرمين وتقدر تتوقع منهم أي حاجة. في سجن ألكاتراز وقعات 14 محاولة ديال الهروب، وكاملين كانوا محاولات اللي فاشلة، إلا المحاولة الوحيدة اللي نجحت وهي القصة ديالنا اليوم، قصة واعرة وزوينة ديال بصح وأحداث مشوقة ورائعة. داكشي علاش بغيتك دير لايك ودير سبسكرايب وبارطاجي لا فيديو ماكسيموم مع صحابك باش تاهم يستمتعوا بالقصة ديال اليوم. الهروب ديال اليوم هو الهروب الوحيد اللي غادي يحيد الهيبة ديال سجن ألكاتراز. أول حاجة وفي بداية القصة ديال اليوم ضروري خصنا نتعرفوا على المجرمين اللي نفذوا عملية الهروب. ألان ويست، فرانك موريس، وجون أنخيلين، وكليرونس أنخيلين. جون وكليرونس هما جوج ديال الخوت، هادو ربعة ولكن راه هربوا منهم غير ثلاثة، من بعد غادي نعرفوا كيفاش. حيت ألان ويست وقعت لي واحد المشكلة نهار الهروب وما هربش معاهم، والغريب في الأمر هو أن ألان ويست هو صاحب الفكرة ديال الهروب ولكن ما هربش. شحال صعيبة تكون انت صاحب الفكرة ديال الهروب وفي الاخر ما يكتبش انك تهرب، كتحس بواحد الشمتة عالمية. في السجن ديال ألكاتراز ما كانوش غير سجناء عاديين، ولكن كان كل واحد والمهمة ديالو، كاين اللي صباغ، كاين اللي نجار، كاين اللي حداد الى اخره. وفي واحد النهار ألان ويست غادي تكون المهمه ديالو هي تنظيف جميع السقوف اللي كاينين في الزنازين ديال السجن. كيف كتشوفوا ان ألان ويست وهو كينظف السقوف ديال الزنازين اللي كاينين في السجن، هنا غادي يقول باللي هاد الضوايه ممكن تكون ضعيفه وما شاداش مزيان حيت ما مبنياش بالسيما بحال السقف ديال السجن، هذيك الضوايه مصايبه من الحديد، الوغ القضيه ممكن تكون سهله، خاصو غير الطريقه باش ممكن يهرس هذاك الحديد. اذا كاين امال باش انهم يهربوا من سجن ألكاتراز، يقدروا يهربوا من هذيك الضوايه. من بعد غادي يمشي ألان ويست لعند فرانك موريس اللي كان مسجون معاه في نفس الزنزانه باش يقول ليه الفكره اللي طاحت عليه ديال الهروب. فرانك موريس عجباته الفكره، وهنا غادي يبدا يفكر ويخطط كيفاش غادي نديروا لهاد عمليه الهروب، لان كيف قلت لكم في الاول السجن ماشي سجن عادي، دونك خصهم يخططوا بادق التفاصيل، وهنا غادي يبداو يفكروا ويخططوا كيفاش غادي يقدروا يهربوا من سجن.
سجن الكاتراس، حيت فرانك موريس هو اللي كان ذكي فيهم بزاف. وعلى حساب سجلات السجن كانت عنده نسبة 133% ديال الذكاء، يعني ذكي ديال بصح. دابا عندنا فرانك موريس اللي ذكي بزاف، وعندنا السجن ديال الكاتراس هو أكثر حماية في التاريخ. يعني العملية ديال الهروب واش تقدر تكون ولا ما تقدرش تكون؟ داكشي اللي غادي نشوفو في القصة ديال اليوم. فرانك موريس بدا كيصوب في الخطة، وأول حاجة غادي يديرها فرانك موريس هو أنه غادي يعلم الخوت خوان أنخيلين وكليرونس أنخيلين اللي كانوا قراب ليه في الزنزانة، باش حتى هما يوليو معاهم في عملية الهروب. والمسافة الصغيرة اللي كانت بيناتهم كانت مزيانة وفي صالحهم كاملين، باش يهضروا على خاطرهم ويخططوا على خاطرهم. وطريقة الهروب من الضوايا اللي اكتشفها ألان ويست كان عن طريق ممر اللي كاين في الزنازين ديالهم، وفاش يوصلوا للضوايا يقطعوا هذوك الحديدات ومن تما كيطلعوا للسطح ديال السجن. ولكن السؤال اللي كيبقى نطروح لحد الان هو انهم كيفاش غادي يقدروا يدوزوا لهذوك الممرات من الزنازين ديالهم؟ الجواب كان هو هاد الفتحات الصغار اللي كانوا موجودين في كل زنزانه. ولكن كيفاش غادي يقدروا يدخلوا من هاد الفتحات وهما صغار بزاف؟ فرانك موريس اللي ولا العقل المدبر لهاد الخطه هادي لاحظ واحد القضيه اللي مهمه بزاف، وهو ان كيف ما قلت لكم في الاول ان سجن الكاتراس هو غير في واحد الجزيره وسط الماء، ولاحظ ان هاد السجن ما دارش ليه الترميم، يعني الجدران ديال السجن ولات رهيفه بزاف بسبب الماء اللي داير بالجزيره وبسبب الملوحه ديال هذيك الماء، يعني رشات هذاك الحديد. البحر اللي مالح اثر على الحيوطه ديال السجن، ولكن باش يحفروا هاد الحيوطه خاصهم ضروري من الادوات ديال الحفير، ولكن بالطريقه ديالهم ما احتاجوش هذوك الادوات وقدروا انهم يحفروا بادوات خاصين بهم. وبداو كيستعملوا العواشق والفراشط اللي كانوا عندهم في الزنازين ديالهم، هما اللي بداو كيحفروا بهم الحيوطه، ونهار على نهار وهما كيحفروا بالمعالق. يعني هاد العمليه غتطلب واحد المده طويله باش يوصلوا للحجم اللي باغينه في الحفير. وطبعا رغم انهم كيحفروا الى اخره خاصهم يحافظوا على السريه ديال هذا الموضوع، وما خاص حتى شي واحد من الحراس يشوفهم ولا يسمعهم، حيت الا مشى حتى عرفهم شي واحد كلشي غادي تضرب لهم في الزير. وهاد العمليه ديال الحفير بما انها كتصدر واحد الصوت، يعني اثناء الحفر ديالهم ضروري غادي تسمع الصوت، فكانوا كيزاولوها في واحد الوقيته بالليل اللي كانوا كاع السجناء كيشطحوا فيها. حيت من البرامج اللي كاينين في هاد السجن هو انهم كل نهار كانوا كيعطيو لواحد من السجناء انه يضرب على الاله الموسيقيه اللي كيبغيها من ساعه حتى لساعه وربع اللي كانوا كيحفروا الماكسيموم، وهاد المده هي الوقيته اللي كانوا كيكونوا فيها السجناء ناشطين وكيشطحوا مع بعضياتهم، باش هكا ما يتسمعش الصوت ديال الحفير. وفين ما كيحسوا بان الحراس ما غادنش يسمعوهم كيبداو الحفير، ودائما كيبقى واحد فيهم كيراقب اللي يكونوا جايين الحراس الى اخره، باش هكا ما يردوش ليهم البال. وفي السجن ديال الكاتراس كانت نسبه كبيره من الحراس اكثر من اي سجن في امريكا، والحراس كانوا دائما كيحسبوا كل صباح السجناء اللي كاينين في السجن. وبعض السجناء اللي كانوا في السجن كانوا رادين البال لعمليه الحفير وكانت في بالهم، ولكن ما برقوش بهم، بل عكس ذلك هما كانوا كيساعدوهم. والتقرير ديال الاف بي اي الاخير قال بانه كان 80% من السجناء ديال سجن الكاتراس عارفين بان هاد الربعه باغين يهربوا. وباش يدرقوا هذوك الحفرات اللي كانوا كيديروا صايبوا واحد النوع ديال الكرتون اللي في نفس اللون ديال الحيط، باش هكا ما يبانش للحراس اشنو كانوا كيديروا. وفي بعض المرات كانوا كيستعملوا الحوايج ديالهم باش يدرقوا هذوك الحفرات. المهم بعد مده من الحفير وصلوا للقياس اللي كانوا باغينه، ولكن هما ما كانش الغرض ديالهم غير هو انهم يهربوا من السجن، بل كان الغرض ديالهم هو يهربوا حتى من ديك الجزيره، ولا كيفاش يتخطاو داك الماء اللي كان داير بالجزيره ديال سجن الكاتراس. ويمكن هذه هي المرحله اللي كانت صعيبه في هذا الهروب كامل، هي كيفاش يدوزوا من هذاك الماء. باش يدوزوا من داك الماء كان خاصهم ضروري يصيبوا قوارب، حيت الماء بارد بزاف وما يقدروش انهم يقطعوه عومان. وفجاه في واحد الصباح غادي يبداو يقراو الجرائد اللي كيوصلوا للسجن، وغادي يلقاو ارتيكل من ليزارتيكل اللي كاينين في الجريده تحت عنوان كيف تصنع قارب مطاطي وسترة نجاة من جاكيت الشتاء، يعني موضوع اللي جا في وقته. بالنسبة للجاكيت ديال الشتاء كان موجود بزاف في هذاك السجن، شوية ولاو كيجمعوه وكيخبيوه عندهم، وحتى السجناء الآخرين ولاو كيعاونوهم باش يجمعوه، حتى جمعوا 50 وحدة. ولكن المشكلة هنا هو أنها كانت فين غادي يخبيوهم، وعاوتاني كان خصهم بلايص آخرين فين يخدموا هذوك القوارب، والمساحة الوحيدة اللي بانت لهم فين غادي
يديروا هاد العملية هي اللي كانت فوق من الزنزانة ديالهم. ولكن المشكل هي أنها كانت باينة وبالزربة الحراس غادي نشوفوه. ألان ويست بتعليمات من فرانك موريس العقل المدبر ديال هاد الهروب الأسطوري دار خطة واعرة، والوقيتة اللي كان فيها ألان ويست كيشطب في الفوق قنع الحراس باش أنهم يديروا شي خاميات ولا شي حاجة بحال هكا حقه باش ما تبقاش طيح الغبرة من الفوق، وبدا بالعاني كيطيح في الغبرة من الفوق باش الحراس يتيقوا بهاد القضية ويديروا خاميات. بل الخاميات ما كانوش في صالح الغبرة ولكن كانوا في صالحهم هما باش يقادوا الأمور ديالهم، وهكا الحراس ما يعيقوش بهم. ألان ويست في الوقيتة اللي كان كيشطب بدا كيطيح الغبرة بالعاني باش الحراس يتيقوا بالفكرة اللي قال ليهم ومشاو معاه في الخط وداروا خاميات. ما عرفش الصراحة علاش الحراس ديال السجن مشاو في هذه الفكرة الغبية وتيقوا ألان ويست وداروا لي خاطر. نجحت ليهم الخطة وخلاوه يعلق خاميات في البلاصة اللي باغين يبداو فيها. وهاد اللعيبة ديال الخاميات ما عمرهم ذكروها حتى دازت 20 عام من هاد الهروب، حيت كون ما هاد الخاميات ما كانتش غتكون شي حاجة سميتها هاد الهروب الأسطوري وما غتلقاونيش كنعاود لكم هاد القصة دابا. يعني هاد الخطة مستحيل أنها تكمل. وبقاو مدرقين بالخوامي لمدة شهرين وبقاو كيديروا النوبة باش كل مرة يطلع فيهم واحد يقادوا هذاك القارب اللي غادي يهربوا به. وفي نفس الوقت كانوا كيديروا جوج ديال الخدمات، الخدمة الأولى هو أنهم يقادوا هاد القارب، والخدمة الثانية هو أنهم يقطعوا هذاك الحديد ديال الدواية. ومن بين المشاكل اللي كانت عندهم وهم كيقوموا بهاد العملية هذه هو أنهم ما كانوش كيكونوا في الزنازين ديالهم، يعني إلا داش شي حارس من تماك وما لقاهمش دونك هنا غادي تجبد عليهم الصداع وغادي تفشل الخطة. هنا غادي تطيح عليهم فكرة واعرة وزوينة ديال بصح غادي يصايبوا ريوسة ويغطيوهم باش ملي يدوزوا الحراس يقولوا هادو راه غير ناعسين وما كيديروا حتى شي حاجة وما يردوش ليهم البال أنهم ما كاينينش في الزنازين ديالهم، حيت هما كانوا كيخدموا غير بالليل وهاد الخطة مسلكاهم مزيان. هاد الصور اللي كتشوفوا دابا هي راه صور حقيقية للريوسة اللي صايبوهم اللي مازال محتفظين بهم حتى لدابا في الأرشيف ديال السجن. صايبوهم من الصابون والسيما وجابوا حتى الأوراق والصباغة من الأوراش ديال السجن وخلطوا داكشي وقادوه، وبقى عندهم مشكل غير في الشعر اللي كان صعيب شوية. كليرونس أنخيلين كان خدام حلاق في السجن، حيت في كل مرة كان كيجي عنده شي سجين باش يحسن كان كيجمع الشعر ديالو حتى جمع بزاف ديال الشعر ولصقوه على دوك الريوس وصايبوهم. وهذه هي العملية الوحيدة اللي كانت مسلكاهم باش ما يعيق بهم حتى شي واحد وباش واخا يغادروا الزنازين ديالهم ما يرد ليهم البال حتى شي واحد. كملوا على نفس النهج لمدة شهرين، ومن بعد ما كملوا الصناعة ديال القارب المطاطي هنا غادي يجي الوقت باش يهربوا. في نهار 11/6/1962 بعد ما وصل وقت النعاس وطفى الضو ديال السجن مع 9:10 ديال الليل، بداو السجناء بربعة عملية الهروب الكبير، كل واحد فيهم حاط الراس ديال بلعاني على المخدة ديالو ومغطيه باش هكا ما يرد ليهم البال حتى شي واحد باللي راه ما كاينينش في الزنازين ديالهم. دخلوا من الحفر اللي حفروا ومشاو للممر اللي فيه الدواية باش من تماك غادي يخرجوا منها، ولكن غير ثلاثة اللي طلعوا، وبقى واحد كيف ما قلنا في الاول هو ألان ويست، حيت ما قدرش يحل هذيك الحفرة اللي صوب، ورغم انه ما واضحش داكشي اللي كان طرا ليه ولكن باين باللي كتر السيما في هذيك الحفرة، والوقيتة اللي جا باش يحفرها لصقات بزاف حيت داز عليها مدة طويلة وما بقاتش باغا تحل ليه. وعاود بدا كيحفر فيها المرة الثانية ولكن القضية كانت صعيبة بزاف، وملي شافوه صحابو تعطل قالوا لي حنا غادي نسبقوك نقادو القارب المائي بعدا بين ما انت قدرتي انك تحفرها وتلحق علينا. بقى ألان ويست كيحفر والاخرين بثلاثة مشاو كيوجدوا القارب المطاطي اللي غادي يهربوا فيه، وبعد حيدوا داك الحديد اللي كان في الضواية. من بعد ما سالوا كل شيء ألان ويست كان باقي معطل وما قدرش انه يطلع عندهم. هنا صحابو غادي يقروا انهم يمشيو ويخليو، حيتاش في الاول كانوا متفقين على واحد القضية هو انه اللي وقعت لي شي حاجة وما قدرش يهرب معاهم ما غاديش يتسناوه وغادي نمشيو كاملين. وهنا فين قلت لكم في الاول صعيب بزاف انك تكون انت صاحب الخطة وفي الاخر يهربوا ثلاثة ديال صحابك وانت تبقى في السجن. المهم ثلاثة الاخرين ديال صحابو طلعوا مع السقف ديال السجن وبقاو غاديين كيتسلجوا بشوية بشوية حتى وصلوا للسطح ديال السجن. والصور ديال السجن اللي كان عبارة غير على شبكة كيف قلت لكم في الاول قطعوه بالزربة ودازوا، دونك جاتهم القضية سهلة بزاف، ودازوا للبحر ونفخوا القارب المطاطي اللي صايبوا بواحد الآلة موسيقية اللي كانت ديال فرانك موريس وصوبوها باش ما ديرش الصوت وتخرج غير الهواء فقط. وكنظن راكم عرفتوا الآلة الموسيقية اللي كنتكلم عليها. هنا وصلت 7 ديال الصباح ودق الجرس ديال السجن باش هكا كاع السجناء اللي في السجن يفيقوا كيف ما ديما وبداو الحراس كيحسبوا فيهم كالعادة. كان كل
المساجين خاصو يوقف باش يشوفوه الحراس. هنا غادي يوصلوا الحراس للزنزانة ديال فرانك موريس، غادي يبداو يعيطوا عليه ما غاديش يسمعوا. بقاو كيحاولوا يعيطوا مرارا وتكرارا ما سمعهم حتى شي واحد. حتى لواحد الوقيته واحد من هذوك الحراس غادي يدخل ايديه ويحركوا زعما لا يسمعوا ولا شي حاجه بحال هكا، وهنا غادي يتفاجئوا بان ما كاين حتى شي واحد فيهم، وغادي يطيح الراس اللي كانوا حاطينه في البلاصه ديال فرانك موريس. هنا تصدم الحارس ملي طاح الراس. تما غادي يبداو الانذارات ديال السجن وبداو كيقلبوا عليه في كل بلاصه. طبيعه الحال في هذه الوقيته تم الابلاغ ديال جميع السلطات على هذه عمليه الهروب، وتم الابلاغ حتى ديال الاف بي اي باش هكا يبداو البحث وبداو يقلبوا على المجرمين اللي هربوا. اول واحد غادي يبداو معاه التحقيق في هذاك السجن هو الان ويست. مع غادي يبداو معاه التحقيق ودخلوا للزنزانه ديالو، هنا غادي يكتشفوا الحفره اللي كان حتى هو حافر، وهنا ما غادي يقدر يخبي عليهم حتى شي حاجه، وغادي يقر لهم بكل شيء. علاش؟ حيت هو اصلا ما عنده ما يخسر، وقال لهم حتى انا كنت باغي نهرب معاهم، وعاود لهم جميع التفاصيل ديال الهروب. الحراس ديال سجن الكاتراس قلبوا الجزيره كامله اللي كان فيها السجن وما لقاو الاثار ديال حتى شي حاجه، والاف بي اي خداو حتى هما القوارب وبداو كيقلبوا في هذيك البلاصه اللي لقاو شي اثار وما لقاو حتى شي حاجه. وهذه كانت هي اعظم واكبر عمليه الهروب اللي كنسميها انا بالهروب الاسطوري، اللي فيه الذكاء فيه الشجاعه فيه بزاف ديال الحوايج، وكانت انجح عمليه هروب في التاريخ، حيت ماشي غير هربوا صافي، فكروا لادق التفاصيل ديال الهروب بطريقه اللي ذكيه بزاف، وما خلاوش الاثار اللي غادي يقلبوا عليهم واللي غادي يتبعوهم به. حتى القارب وستره النجاه ما كانوش لقاوه في البلاصه، والتحقيقات ما وقفاتش هنايا، وبقات التحقيقات مستمره لاكثر من 15 سنه. حتى الاف بي اي ولاو كيقولوا بان هذوك المجرمين راه واقيلا غرقوا في هذاك البحر اللي كان داير بالجزيره. نتمنى القصه ديال اليوم تكون كانت عجباتكم. كان معكم توفيق السالمي، ما تنساوش انكم ديروا لايك واشتركوا في القناه وخليو كومونتير زوين، كنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين، كنفرح بزاف فاش كتفاعلوا مع لا فيديو. نتلاقاو في حلقات اخرين، السلام عليكم.